السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بفضل الله النهارده 10/4، مشكلة من مشاكل الفاصوليا وكلنا معرضين ليها، عايزين ندي ملحوظات عليها كده ونتعلم منها كلنا وما نقعش الخطأ ده. ناخد لقطة الأول عامة على الأرض ونشوف هذه الأرض اللي احنا فيها. ناخد كده رؤية في الأرض، هذا منظر الأرض العام عندنا. الزرع لسه حي، يعني خلاص ما صفرش ما وقعش ما ماتش، لسه يجي منه يتصرف عليه. معانا 3 أسابيع بالميت، مش عايز اقول شهر بس 3 أسابيع بالميت. لو الزرع ده خد شغل يستجيب لي، خد تسميد يستجيب لي. طب انتاج ضعيف، بص كده هم قرنين 3 4 في كل بركه، اهي اهو ده مستوى القرون عندي، لو عايزين يبينوا اهو مستوى القرون اهوت اهو 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 اهو. القرون دي خلاص جايه معايا، اهي 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 اهي، دي القرون اللي عندي اهي. هذا وضع الارض، يبقى انا هنا عندي عدد قليل من القرون في كل شجره بصفه عامه، ولسه الزرع اخضر حي يجي منه اهو. ده كده منظر الارض كله، دي الرؤيه اللي احنا خدناها في الارض. هو دي الجذور بتاعتي، ده مستوى الجذور بتاعي اهو، ادي اهو اهو. تخيل حضرتك الميتودة دي، تخيل شايف مفيش اي جذور جديده خالص، تخيل الاصابع عامله ازاي. شوف بالظبط الميتودة. طيب خدنا كده تمام اللقطه بتاعتنا وشفنا شكل الفاصوليا بتاعنا وشفنا الخضار للفاصوليا. الفاصوليا ده لسه معانا فيها اقل حاجه 3 أسابيع، مش عايزين نقول شهر بس، فيها معانا 3 أسابيع لسه على المشاكل اللي فيها، لسه المجموع الخضر بتاعها بحالته بقوته، فنقدر الحمد لله نعوض. شفنا منظر الجذور بتاعنا وشفنا النمدوده فيها عامله ازاي، النمدوده قاتله وباء، يعني كانت فين من زمان، كنا فين من اسبوع من اسبوعين من ثلاثه من شهر، النمدوده ديت اثر رجعي وباء جامد، وصلت لمرحله ضاره حطتنا في خيار صعب، لازم يعني ندرس الموضوع وناخد فيه قرار. لما شفنا النبات بتاعنا ولقينا المجموع الخضري بتاعه وشفنا الجذور بتاعته، للاسف لقينا ان الجذور حالتها متاخره جامد. المجموع الخضري لسه فيه امل، ولكن هي شايله 3 4 قرون 5 قرون في النبات، وفي نباتات فيها 2 و3، وفيها النبات يعني لها نسبه كبيره قليله فاضيه. فطبعا انا ما عنديش هنا حل الا ان انا اعوض الانتاجيه بتاعتي بوزن القرون ديت. يعني ايه وزن القرون دي؟ يعني انا النهارده ما اقدرش احلم واقول ان انا هرش واجيب ظهر جديد، لا، عمر النبات وحاله النبات والوضع بتاع النمدوده مش هلحق اخد الظهر دوت. لو عملت على الظهر وفي نفس التوقيت هيبقى في فاصل بين الظهر وبين القرون اللي عندي، فالقرون اللي عندي هتفتح وتقع على الارض، فمش هينفع ان انا اشيل على الظهر. يبقى اذا انا ما قداميش ان انا اعوض الانتاجيه بتاعتي بالميزان، بالوزن ان انا اتقل الحبايه بتاعتي. يبقى اذا هنا لازم اشتغل على تحجيم، والتحجيم قدر الامكان في اقل وقت ممكن، يعني ممكن هنا اشتغل يوم ويوم، يوم تحكيم تسميد تحجيم ويوم ميه بيضة، واكثف بجوده ان انا اجيب تسميد محترم قوي عشان يسمع معايا في الارض، عشان بدل ما اخد عدد قرون لا هاخد اوزان قرون. وايه بالتبعيه طبعا قبل كل دوت انا هسحب نيماتود، وهنا لازم اسحب حاجه جاهزيه، ونراعي برضو هنا ان الفاصوليا قريبه عندي وهيبقى حب، فلو استخدمت مواد مش مرغوبه الماده الفعاله بتاعتها هتبقى في القرون وهتعمل مشكله. يبقى اذا احنا هنا ما قدمناش الا الاوكزاميل 24%، هو الاسرع في النتيجه وهو الاسرع في الفعاليه بتاعته، وهو برضو ايه في البي اتش بتاعه ما هوش عالي. يبقى انا بسحب اوكزاميل 24%، واسحب بعديه اعفان، واسحب بعديه منشط جذور عشان احاول اجيب شعيرات سليمه تقبل بقى التسميد اللي احنا هنكثف بيه ارض زي ديت النهارده لما تتسمد يوم ويوم، والتسميد بتاعنا البوتاس عالي، حاجه تكون عاليه وبجوده عشان يسمع معايا في الارض بتاعي، واخد الانتاجيه بتاعتي من وزن القرون مش من عدد القرون. يشفع علينا برضو ان المجموع الخضر الحمد لله كويس سليم. يبقى انت بتعمل بتكلفتك بقى، بتكلف، بتشوف النيماتودا بتاعتك تكلفتها، بتشوف الاعفان بتاعتك تكلفتها، بتشوف منشط الجذور، دي بوابه ومدخل اساسي للتسميد اللي احنا هنحطه. وخطا زي دوت يعني كان فين من بدري، لو كنا شفنا من اسبوعين من ثلاثه من شهر كان زمان الدنيا احسن من كده. بنقول يا رب نكون موفقين في هذا الفيديو. لو بتابعنا في الفيديو ده اعمل لايك، لو بتابعنا اكتب الفضل كامل، شكرا لك، انا معكم عشان دوت توصل متابعه 0147861916. شكرا.